اهدى بقى يا صلاح كده، اجرى لك حاجه. ضعت يا يوسف، مستقبلي ضاع. يا عم لا ضعت ولا حاجه، هتعدي صدقني. ما كنتش عايز اموته. ما انت انت كنت موجود يا يوسف، والله العظيم كنت عايز اموته. عارف، مصدقك. انا ضربت طلقه في الهواء وطلقه في الارض، قعد يرد عليا. والله العظيم ما اعرف اللي هو مسدس في شنك، والله العظيم ما كنت اعرف. عارف، اهدى بس، اهدى. هيعملوا معايا ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. تعدي على النيابه تقول اقوالك وهيفرج عنك، لان دي مش اول مره تحصل. انا عايز اكلم البيت، عايز اكلم امك. ما تكلمش حد دلوقتي لما تهدى. خد يا ابني تعالى اشرب العصير. عصير ايه يا عم؟ انا ماليش نفس الحاجه خالص. يا عم اشرب عشان تصلب طولك وتعرف ترد قدام وكيل النيابه. فتحت؟ لا لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا استاذ تمام. ايه الاخبار؟ مفيش فايدة، دماغها ناشفة مش عايزة تفتح لحد. لا حول ولا قوة الا بالله، كل ده لها ابوها برضه. معلش، امها جوه يا بلال؟ ايوه يا استاذ تمام، امها جوه. طب ما تحاول معاها انت يا استاذ تمام، يمكن تفتح لك. هحاول. اتفضل حاول معاها والنبي. افتحي يا منى، افتحي يا بنتي، انا عمك تمام. يا بنتي عيب كده، ده انا اول مره اخبط على بابكم. افتحي، انا هتكلم معاكي خمس دقايق وامشي على طول، مش هطول. افتحي ما تخافيش، انا لوحدي. ايوه يا استاذ تمام. ايوه يا اخويا. صح. ايوه يا اخويا. اروح فين ولا اجي منين؟ اسكت ولا اتكلم ولا اعمل محضر في الحكومه؟ قول له اعمل ايه؟ ما تتكلم. سكت ليه يا استاذ تمام؟ سكت ليه؟ سكت ليه؟ اقول لك تعمل ايه؟ وحد الله في قلبك. واحدة لنا من غيره. بنوحده يا اخويا قبل ما يموت وبعد ما مات وفي كل اهدان. واحنا ورانا حاجه غير لا اله الا الله محمد رسول الله؟ البنت هتموت من ساعه ما سمعت الخبر. جالها السكته. معقوله؟ معقوله يا اولاد؟ معقوله اللي بيحصل ده؟ اعمل ايه؟ مش كده يا مومونة، مش كده، حرام عليكي. اهدي انت بس وسيبي منى عليا. هاتلي حاجة اسكت، مش هتكلم اكتر خالص. اسمعيني كويس يا منى بنتي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني يا بنتي، لما حد فينا يمر بموقف صعب زي ده لازم يقول قدر الله وما شاء فعل، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عيطي يا منى، عيطي يا بنتي، البكا فرج وتطهير للنفس. أنا عارف إن أبوكي ألف رحمة ونور عليه كان عزيز عليك قوي، بس مهما كان ما يعزش على اللي خلقه، ولا إيه يا منى يا بنتي؟ وهو دلوقتي بإذن الرحمن في مكانة عالية، هيكون مسواه الجنة إن شاء الله. ادعي له يا منى، ادعي له. لبسته الحزام وسرحت له شعره قبل ما ينزل، شكله هيبقى حلو قوي وهو هيقابل ربنا. الحشيش حرام؟ طبعا حرام. طب والقتل؟ اشد من الكبائر. يبقى لينا حق لازم ناخده.
هتاخديه من مين ولا مين يا بنتي؟ دي حكومة. حكومة. وبعدين احنا سمعنا ان اللي قتله ما كانش قاصد، يعني ضربه بالنار غلط، قتل خطأ. اللي يطلع طبنجة من جيبه بيصلحها مش عشان يزمر بيها، عشان يقتل. لا، انت كده بتفكري غلط يا ماما. تصدق بقى ان انا اول مرة افكر صح. مش هنزل دمع من عيني الا لما اخد له حق. هيا صلاح، ممكن بقى توصف لي وبالظبط ايه اللي حصل يوم الحادثه؟ حضرتك انا كنت ضمن قوه الضبط واحضار لالقاء القبض على المجني عليه. فوجئنا بالعربيه البيجو المبلغ عنها حضرتك فندم بتقف قبل الكمين بحوالي 50 55 متر. العربيه لفت وجرت عكس الاتجاه. حد الضابط امرنا ان احنا نطرد السياره. ومحدش في القوه كلها عرف ان المسدس اللي معاه ده مسدس صوت. حضرتك يا فندم محدش كان يتوقع ان هو معاه مسدس صوت. يا فندم انا كنت في حاله دفاع شرعي عن نفسي. القانون بيقول ينشأ حق الدفاع الشرعي. بس تقارير المراقبة بتاعتنا بتقول إنه كان تاجر صغير وما بيشيلش مسدس. أيوة يا فندم، أنا كنت ضمن قوة حضرتك ومش هستخدم المسدس غير بأمر حضرة الضابط. يفرج عنه بضمان وظيفته. فين الاغاني اللي هرينا بيها طول النهار؟ عمك منصور بيودع، ما اقدرش اعلي التسجيل تبقى عيبه. هو تعبان قوي كده؟ اخر ايامه، ادعي له بالتعديل. ليه بس كده؟ قول ربنا يشفيه. بيقول لك بيودع، لا اله الا الله. محمد رسول الله. اجيب لك البوكس. ايه؟ كده يبقى خمسه. ماشي. ماذا احمد؟ ماذا؟ تعال. يا حمار. اول تعمل دي تعملها وبعدين تعمل الثانيه. حاضر يا استاذ. هتقضي الجمعه كلها في الباب ده ولا ايه؟ لا يا استاذ، على طول والله اخلصها يا استاذ. على طول هتخلصوا ايه؟ خلص يا استاذ. يلا. حاضر يا استاذ. من هناك. صباح الفل يا ابله ليلى. الحاج عامل ايه؟ والله تعبان يا ابله وتعبنا معاه. معلش يا اسطى، شد حيلك، ربنا معاك. نعمل اللي علينا ان شاء الله، ربنا يشفيك. اسمع من بوقك ربنا. طب قول يا ابله ما تنزلش اشرب حاجه. تشكر يا اسطى. سلام عليكم. الف سلام. مصر غالي عليا يا امي، مش عايز الا اشكيلك يا امي. مصر غالي عليا يا امي، مش عايز الا اشكيلك يا امي. مش عايز الا اشكيلك همي. مصر يا غالي عليا يا امي، مش عايز الا اشكيلك همي. الحقي ده في مظاهرات في الكليه. واحنا مالنا؟ اقفلي باب المكتبه وما تدخليش حد. حاضر. ايوه يا دكتور. انا قفلت باب المكتبه. في طلبه عندي. حاضر يا دكتور. فول ابو كريم. ازيك يا جابر؟ نهار ابيض. عندك زحمه؟ اجي لك بعدين. زحمه مين يا عم؟ قوم يالا، قوم يالا، بقالك ساعه لازق في الكيبورد.
واحد قريب واحد جديد. قشطة. معلش يا اخويا رصص لك، يعني في حد كده بعت لي حاجه على الايميل ولازم اشوفها. عيش حبيبي عيش براحتك. بقولك يا جابر. ايه يا حبيبي؟ اخش على الرسائل منين؟ إيه؟ يا ابو كريم انت نسيت ولا ايه؟ اهو كده انت دخلت على الرسائل. ليه بس كده؟ في حاجه يا كريم؟ ايميل جالي بالانجليزي ومش عارف اقراه. بسيطه يا عم، اول ما يجي عيل من العيال بيعرفوا يقروا انجليزي يقراهولك. وانا لسه هستنى العيل. انا اروح جاري اجيب لي مدرس الانجليزي بتاع الواد عادل اخويا وهو يخلص لي كل حاجه. سلام. سلام. جابر. ها؟ معلش يا اخويا، اصل كنت عايزك في خدمه كده. اوبر كريم. كنت عاوز حته جهاز صغير كده احطه عندي في البيت، كونهولي يعني. وشوف تكاليفه كام. لا يا عم بسيط، انت تفوت عليا بالليل اكون فنطت لك الحزمه كده واقول لك اعمل كام. اصلا سلام يا فريند. بقى لسه في طلبه بتعمل مظاهرات اهو. اي تفريغ للكابت اللي جواهم. وهي المظاهرات تفريغ يا ليلى؟ دي حقوق انسان ولازم نطالب بيها في اي وقت وباي شكل. حقوق مين يا فاتن؟ احنا قعدنا 10 سنين في الجامعه نعمل مظاهرات، ايه اللي اتغير؟ احنا اللي اتغيرنا من جوه، بقينا نعرف نلعب استيميشن كويس قوي ونشد سجاير جامد جدا. اهم حاجه بقينا بنشرب قهوه وساده. صحيح يا ليلى، السؤال ده محيرني بقاله سنين. ليه ايام الجامعه كنا بنشرب قهوه وساده؟ كنت شايفه نفسي مفكره وفيلسوفه، ومش معقوله بقى بنت زي مفكره وتشرب قهوه سكر زياده. كنت مرغمه عليها. مرغم عليك يا صبح، مغصوب يا ليل. لا دخلتها برجليا ولا كان لي مين، وبكره هخرج منها شايلني شيل عجبي. ايه يا جماعه، احنا هنقلبها غم ولا ايه؟ احنا قاعدين نضحك الصبح. افتكرت ايام الجامعه، ايام حلوه محدش فاهم حاجه ولا حد دريان بالعمر اللي بيجري. صح يلا فيها خيال. ما تقول له الاستاذ طالع، شو الحاجات دي بسرعه بسرعه. امسك 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 استاذ طالع. انا مش عارف بس ايه اللي خلص الصاله بدري كده. نمشي ولا نعمل ايه؟ يا استنى هات هات شيلها هنا شيلها هنا هنا. طب اعمل ايه انا؟ ولا اقول لك بلاش هنا هنشوفها. يا لهوي. طب وبعدين؟ خد خد استر يا رب استر يا رب. اطلع على السطح يلا اطلع بسرعه بسرعه. ما تخش الشقه انزل وانا هحصلك. خد خد دي معاك. عاوزها تخرج الساعه 7 من الكوافير. ماشي يا غالي. يلا يا اخويا كوافير او زفت ايه؟ يا لهوي. استر يا رب استر يا رب. سلم يا رب سلم يا رب. لما انت هنا ما نزلتش تصلي العشاء في الجامع ليه؟ انا كنت نازل يا حاج، بس انتوا اللي خلصتوا الصلاه بدري. يا اخويا كان نازل يصلي. طب يلا يا اخويا اتفضل انزل صلي العشاء في الجامع. حاضر حاضر يا حاج. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. بقول لك ايه يا شوقي؟ أيوة. والنبي يا ابني هات لنا بنناقش معاك وانت جاي. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امال العشاء فين؟ نزلت يا اخويا عند نعمه تتفرج على التمثيليه. نعجة طول فوز كنت الجوز يا ابو عدة. انا يا ولية انت مش قايل لك بدل المره 1000 مفيش نزول بعد العشاء؟ يا اخويا من قلت لها تروح تفك عن نفسها شويه، البيت ما بيشوفش الحاره. وهتشوف ايه في الحاره غير القرف والطين وقله الدين؟ يعني يا اخويا لا تلفزيون ولا بتروح كده ولا تيجي كده ولا حد يشوفها ولا تشوف حد كمان. ما اللي عايز يشوفها يجي لها. اهلا وسهلا، البيت مفتوح. يلا يا اخت يلا خش غيري هدومك وروح عند هلا. حاضر حاضر. طبعا مش عاجبك الكلام. لا يا اخويا عاجبني، وانا في دي اعمله يعني. حاضر. عايزين تعيشوا في ميغه وسبهلله جت كلبله.
استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب شاف ايه في مشاكل في التنفيذ؟ مضايقين عليا وقرفني قوي عشان انت نضيفه بس. ما احنا في فين دخلناه ليه؟ هو تعبان ليه؟ انتوا زعلانين مع بعض؟ اخوكي عبيط عاوز نخرج معاه. ده انت حتى ما بتكلميهوش في التليفون ولا معاكي موبايل. موبايل يسمع من بقك ربنا. بنتي عايشة؟ ايوه ياما جايه اهو. بنتي عايشة؟ ما تجي يا زينة. مساء الخير يا ام نعم. مساء النور يا زينة. ما تجي يا ولية. معلش وقت تاني يا اختي. يلا يلا يا بنتي عايشة. يلا سلام عليكم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. بنتي عايشة من هنا ورايح مفيش خروج من غير ما تقوليلي، فاهمة ولا لا؟ ما أنا قلت لماما. كلامي واضح يا عايشة من غير ما تقوليلي، وأديني هقولها لك تاني أهو، مفيش خروج من باب الشقة من هنا ورايح، صاحبتك عايزة تشوفك تجيلك هنا أهلا وسهلا، كلامي مسموع؟ حاضر يا بابا. أحضر لك الخير يا أختي، يلا خش جوه. وانت يا ست هانم بلاش تسيب السايب في السايب كده، هتبوظ العيال. يا اخويا ما انت تشد وانا ارخي، لا العيال تطق من جنابها. تطق ولا تتحرق بجهز؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت تشد وانا ارخي؟ ما سمعناش الكلام ده قبل كده. حاضر حاضر يا اخويا. هتضل لك لقمه؟ لا يا اختي مش عايز اطلع، ده انتوا تسدوا النفس جت كل بلد. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم. أولي يهم شوية، انت هتكعتش ولا ايه؟ فاشر يا اختي، بس هو المشوار اللي هد الحيل. انت لو قلتي لك جيت معاكي، بس انت عرفتي منين يا قروبة انت يا راجل ده عامل تخفيضات؟ عشان تبقي تسمعي كلامي بقى لما اقول لك على حاجة. سمعنا. يا لهوي، بص الواد بيكرس القطن زي احنا في عرض ندفع. كان مجان بسوق العيش. قرص. ما تبقيش تقولي للبت صفية على تمن السين، لحسن تقفش يا أولية. شيل عينك من على القط. يا قطن زي الفل يا الله يسلمك يا حبيبتي. هنعمل ايه؟ قدر ربنا. ربنا يقومهولك بالسلامة يا رب. ايه الاخبار يا ست سامية؟ اكل حاجة النهاردة؟ ولا شرب مي. بالشفا ان شاء الله. الحمد لله. ايه يابا بقى؟ شد حيلك كده. طب يابا هروح انا للعيال وبعدين ابقى اجيلك لو عوزت حاجة ابقى اندهلي. ها بقول لك ايه يا سعيد؟ في حاجة بينك وبين سناء؟ لا يابا ابدا. المهم يابا انت عامل ايه؟ الحمد لله. بص يا سعيد، البيت والدكان ليك انت واختك سناء ومراتي سامية وابنها بما يرضي الله. ايه يابا اللي انت بتقوله ده؟ شد حيلك. بيوت ايه اللي انت بتتكلم عليها يابا؟ هو في حد هياخد حاجة معاه؟ اسمع الكلام، أنا مش هكتب حاجة لحد، وكل حاجة تتوزع حسب شرع ربنا. ونعم بالله، طمن، كل حي هياخد حقه، بس أنت إن شاء الله هتعيش يابا، هتعيش. ربنا يكرمك يا ابني. طب قول لي بقى، أجيب لك شوية شوربة ولا أجيب لك عصير؟ لا يا ابني، قوم روح الورشة وما تقفلهاش، هي اللي لماكم. ودي لأختك سناء العشرين جنيه بتوع كل يوم. بتاخدهم يابا على داير مليم وهي عندك، اسألها. ربنا يكرمك يا ابني. مست سيد، عم سيد، عم سيد. ايوه ايوه يا ابني، سمعنا سمعنا. ها تنزل. مالي ساعة بنادي؟ ايه ده؟ مال وشه محروق ده ليه؟ الفرن هب مننا شوية كان هيحرق الدنيا. البق بتاع كل يوم. يا
حول ولا قوة إلا بالله. ماسك الواد الحمار لسع الشغل تاني اهو. ما توديش عنده تاني يابا، الافران كتير. وانت راجل قوي، هتشيل الشغل وتوديه الفرن. اخفى اخفى، هات الكرتونه. ارحمنا بقى يابا، عيشتك كلها بقى زيت. قول لي اقعد ارتاح يابا، وليك عليا من بكره هقعد. هو اسطوانه كل يوم بقى. انا قاعد بقول اسطوانات يا صايع عرت خلق الله. مش عايزك تعمل لي اياته حاجه. يلا روح شوف لك سيجاره اصطبح بيها. منين يا حصره دي بقت مقشفره؟ وهتفضل مقشفره طول ما انت ملطع كده على النواصي اصايع. هو في ايه يا سيد؟ هيكون في ايه؟ ابنك ابو لسان طويل مالي. مش عاجباه شغلانه البريك. معلش شايليني شايليني. خلينا نطلع على السوق، لا عيل نافع ولا بنت نافعه. وانا عملت ايه بس يابا؟ عملت ايه؟ الجلابيه وسخه من امبارح عمال اقول لك اغسليها لي، اخرج بيها السوق كده بالراحه. يو والله نسيت، معلش يابا حقك عليا. انت بدي واخده تطوره ولا واخده تطوره؟ بدي سيخت تغسلي هدومك؟ بقول لك نسيت يا امه، هو انا كفرت؟ طب يلا روح يا اختي ولعي الوابور، عايزين نعمل الفرخه. يلا بسلامه يا اخويا انت، خلي بالك. يا فتاح حليم يا رزاق كريم. السلام عليكم. السلام اخويا. اتاخرت ليه يا كريم؟ معلش يابا الكوبري كان زحمه. وايه اللي طلعك الكوبري؟ الا من الارض سالك. لا اله الا الله، كان في لجنه في شارع رمسيس شاده الشارع حبتين. اه كويس انك انت ركبت الكوبري. بقول لك ايه، تاكل يلا؟ لا يا ربنا يخليك، سمعتك وكلت كشري. ما هنش عليك تجيب واحد كشري لابوك، كان موسخ صحيح. مبارك. لا اصيل يلا. ماشي. طب مفيش واحد حلو؟ رز بلبن مهلبيه؟ لا مفيش. مش بقول لك وسخ؟ رد على الموبايل بتاعك يلا. لا تليفونك انت يابا. اه صحيح. عامل لك ايه؟ ما انت كل شويه تغير لي النغمه، ده وشتني. يا ابو سهل. الو. ايوه. اه يا معلم. لا. لا تحت امرك طبعا. اه. حاضر، عناية عناية، نص ساعة أكون هناك. يا عم الأجرة وصلت خلاص يا عمنا. ماشي، سلام يا أخويا، ألف سلامة. ولا خد ده تستنى وديهم لوسطى جابر، بقول لك مصر هتلعب بكرة وهيبقى عنده زحمة. الله، ما نوديهم له بكرة. أما أنت حمار صحيح. يا دي وديهم له النهاردة عشان تقفش إيجار ليلتين، هتفهم إمتى بقى؟ حاضر يابا. وسخ صحيح. بقولك ايه يا عم نبيل؟ ما تشوف لنا اي حاجه يا عم الحاج؟ الدنيا ناشفه قوي على اخر اليومين دول. ماشي حلاوه، بس انت فاتح مخك وشغل دماغك اللي شبه الدبشه دي. ليه بس؟ يعني لما لغيك على غلط تراك ما براني ما تسيحليش ولا الحي كله عارف. يا جدع ما تاخذنيش، ما كنتش اعرف، كنت فاكرها عادي على اساس ان هي عربيه ابوك. ها ايه ده يا ولا؟ ايه العود ده يالا؟ ده عود ايه؟ على البيت. يا سلام بقى لو شويه خايه اتدلدقوا. يا مزاج. ايه ده يالا؟ دي صباح يالا. حبيبتي ايه يا بنت صباح؟ هي عبد الله في ايه؟ ايه اللي عامل نفسك ده يا بنت؟ الميه مقطوعه بقى لها ايام. مالكش تولع الميه، بعد كده لما تعوزي ميه بقولي لي انا اشيلها لك. هاتي. بلاش تتهزي كده وانت ماشيه في الشارع. يلا قدامي. حلاوتك. الله. صحيه انت عايزه ايه؟ وحشتني يا بنت. يا بنت احنا مش اتفقنا كل واحد فينا يروح لحاله؟ زلني يا اخو، زلني عشان بحبك وكده اهو. يا بنت يا بنت احنا ما ننفعش بعض. ليش معنى دلوقتي يعني؟ ما تسالي نفسك يا تهاني. طب والله العظيم افضحك، روح قول لابوك انك انت بوستني. تفتكر هيصدقك؟ طب بص ما تسيبنيش، مش لازم تحبني. لو عاوزني اتحجب البس لك طرحه من بكره. طرحه ايه؟ هو الحجاب طرحه؟ امال عاوز ايه ده؟ امشي 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 امشي. مين؟ في ايه؟ مفيش ياما، ده كلب ايش؟ خشي نامي. ما تنام انت كمان، كفاياك شاي. خمده انت، مالكيش دعوه. يوه اعرفينا انت كمان.
السلام عليكم. ولا شوقي تعالى هنا. ايوه حاج. ايه ايه ده اللي تعمله في شعرك يا حدي من الشعور يا بايس؟ ايه هلا الحلا دي هلا الحلا الحمار، اصل المرايه بتاعته كانت مكسوره. ايه يا حاج وحشه ولا ايه؟ انت هتستهبل؟ خلاص يا حاج لو مش عباك هلبس طاقيه دريه. طاقيه تخفيك يا بعيد. هي انا نص اللي عاملها زي البنات دي. هي حصلت يا سافل. انزل للحلاق الحمار اللي عمل لك التسريحه دي، قول له ابويا الاستاذ تمام بيقول لك رجعني راجل تاني، فاهم ولا لا يا ولا؟ هتقول له ايه؟ رجعني. هتقول له ايه؟ رجعني راجل تاني. حاضر حاضر يا حاج. شايفه؟ في ايه يا اخويا؟ بالكم بزعقوا ليه بس؟ مش شايفه؟ مش شايفه ابنك؟ مش شايفه القصه اللي عاملها زي البنات؟ اما تلبس فستان يا ولا عشان ابقى خلفت بنتين، ابقى ما خلفتش راجل. بتضحك على ايه يا بنت الكلب؟ يلا هلا روح قول له رجعني راجل. حاضر حاضر. يلا حاضر حاضر. جاتك البلا. ايه بس يا اخويا؟ اهدى شويه، ما كل العيال كده. تلاقيها الموضه. موضه ايه وهباب ايه؟ قطعه الموضه وسنينها اللي تربينا عليه يا زينب طول عمرنا، ان الراجل لازم يفضل راجل، شكلنا مضمون. عندك حق يا اخويا، بس اهدى شويه. اهدى ازاي بس؟ انا حاسس ان الواد ده بيفلت من ايدي. ليه بس؟ ما هو زي الفل اهو. طب ده حتى كمان بيصلي. بيصلي؟ بيصلي ايه كمان يا زينب؟ طول النهار والليل على القهوه وعلى النواصي. يا اخويا ما هو من ساعه ما خد الدبلوم هو قاعد في البيت، هيروح فين؟ مستني التعيين. خليه يخلي جنبك بقى لما يجيله التعيين. ما انت بس يا اخويا لو تشوف له كده شغلانه مش يكون احسن؟ انا اللي اشوف له شغلانه وهو ما يهز سطوله ويدور على شغلانه لنفسه ليه؟ عيل. الحاجه الوحيده اللي انا عذره فيها ان البنات دي فعلا بقت مقفله، والدبلوم اللي خده ده الظاهر كده انه طلع ضحك على الدقون، لا منه مهنه ولا صنعه ولا حتى تعليم، هي فلوس بيلموها من الخلق وخلاص. يا ريتني كنت رميته في ورشه ولا علمته بجد. زينب قومي اعملي لي كوبايه شاي ولا دماغي تلبت. حاضر يا اخوي، بس انت اهدى شويه. باسم الصليب. هو مال المطبخ هم حوالين الحاره كده؟ خش انت حمل الكراسي عشان توديها لعمك سعيد. يا عباد الله وحدوا الله. منصور ابو سعيد رئيس الجمعيه. رئيس الجمعيه. يا خرابي يا خرابي يا اختي. رئيس الجمعيه البنت جوزتها باظت، اعمل ايه؟ يا نهار اسود. قومي يا صفية نفر جوه المكتب. الاقيها منين ولا منين؟ يا اختي قومي يا اختي عشان ما تلميش عليك الناس. لا حاجة عدية كده. طب يلزمك بوفيه؟ عمنا بوفيه من احزانهم، هو موت وخراب ديار. ماشي يا استاذ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الدوام لله يا سعيد، شد حيلك كلنا له. شد يا سعيد. شد على الله يا استاذ. والله ما مش عايز أي حاجة، أي خدمة، أي مساعدة. خيرك سابع يا استاذ سدام. هتدفن امتى ان شاء الله؟ مش هدفن، استنى ما يجوا امامي من البلد. وماله؟ مع ان اكرام الميت دفنه احنا عندنا بكره بطوله، هيروح في ميعاده باذن الله، مالناش دخل في كده. طب يا اسطى هشد انا؟ ماشي يا اخويا. انت قلت ايه يا ابني؟ هشد انا؟ ايه اللغه دي؟ احنا قاعدين في غرزه، ما تنقي ملفظك يا اخي، هشد انا. الدنيا اللي بقت كده يا استاذ. دنيا ايه اللي بقت كده؟ ده انتوا اللي خليتوها كده. لا حول ولا قوة الا بالله. كلام فاضي. وانت تشرب سيجارة، احترم القرآن يا اخي، ارمي السيجارة دي عيب. صح. يا لهوي يا عم، سبتني البيت، سبتني البيت. يا عيب اللي بتعمليه ده يا سناية يا بنتي، حرام عليكي كده، حرام. بنته يا استاذ تمام، بنته. بس بس يا اسطى
وحد الله قول يا رب كل الاله الباقيه في حياتك. ابويا انسى سلام ابويا. كده يا سعيد وصل طولك امال ما تفرجش الناس عليك. لا اله الا الله. قول لله يا اخويا قول لله وحد الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. انت بتعمل ايه يا فتح انت كمان؟ اقعد اقعد. الله يرحمه. قلبه كان حاسس انه هيموت. قال لي يا سامي انا حلمت اني لابس ابيض فاضي وماشي في خضره واسعه. اسكتي ده حاجه حلوه قوي. والنبي ده في منزله عاليه 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 في الجنه ونعمه يا حبيبي في الجنه ونعمه يا اخويا في الجنه ونعمه يا اخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ما تسيبنيش يا حبيبي.